ما أدري ليش أحس إنه راح يجيك شيء كذي ما يخليك ترجع أبد. ما فهمت. يقولون إنك أنت عبقري بالبرمجة. حسب علمي أنت داهية. بس أنت ما تعرفني. أقرب الناس لي ما يعرفوني عدل. إيش دراك إني أنا داهية؟ على العموم إذا سويت اللي أنا طلبته منك راح أكون شاكر لك وايد. مو بس أنا بشكرك. وايد ناس راح يشكرونك. بس أهم شيء تطلع من هني ما تنطق بشيء. تهديد؟ لا. وضوح. بس الموضوع مو واضح. الموضوع يخص جماعات. هذول جماعات تؤمن بالإرهاب. يعني يذبحون أطفال. ناس أبرياء. وأنت ليش مهتم؟ كلنا له اهتماماته. عموما سكر الموضوع الحين خلنا نمشي. بعدين متى ما حبيت انك انت تشتغل معاي كلمني. انزين عندك وقت؟ بوديك مكان يبيعون خوش كيك. وحده عربيه تسويه. معني مشغول وايد. بس تم. أي وياك يلا.